حبايبنا مشاهدينا ومتابعين قناه مهندس باسم اداره على اليوتيوب، حبايبنا على الفيسبوك صفحه المهندس صلاح باسم اداره. النهارده معاكم فلتر 6 بوصه سحب وخرج 6 بوصه. فلتر النهارده 3 مراحل، السحب 6 بوصه والخرج 6 بوصه. الفلتر بتاعنا النهارده مكون من 3 مراحل، 1 2 3. السحب زي ما قلنا هيبقى 6 بوصه والخرج 6 بوصه. ده الفتيل بتاعنا بتاع الفلتر اللي هو حضرتك بتحله كده اهوت. عشان تطلع الشمعه اهو، اهو طلع الغطا بتاعك. ده بيبقى مكان الشمعه بالجوال. حضرتك بتقوم مطلع اهو ورابط فتيلك زي ما كان. خش على بعض. اللي بعده نفس الحكايه. الفلتر معانا انا برضو معمول له وصله مترين 6 بوصه على نفس الطرلع بتاع الفلتر، الستة بوصه على مخرجين 4 بوصه. ده راس الخط الاساسيه، راس الخط الاساسيه اللي هو بيغذي منها الفدان بتاعه او الفدادين بتاعته. الفلتر ده هيركب على مزرعه او على دراع 15 فدان على موتور وترومبا 4 بوصه. احتاج خط تاني عشان يغذي دراع مثلا ايه 5 فدادين او 10 فدادين. الدراع معاه هو يغذي كده زي ما هو عايز ويغذي كده زي ما هو عايز. نسينا نقول ان احنا معانا هنا ده عداد، دي طبه عداد. العداد ما جاش بس هو يركب ان شاء الله ساعه لما يروح الارض. ومعانا مخبزين بوصه عشان يقول معايا للتسميد. والمحبسين برضك دولت للتسميد. لو هيغذي الدراع ده للتسميد، ولو غذي الدراع ده للتسميد. معانا الصمام الامان عشان لو الماسوره لو لا قدر الله خدت هواء منه من الجوال او في اي الحماس او في اي تفايز يحل صمام الامان ياخد الهواء بتاع الماسوره. وده نفس الحكايه الهوائيه بتاعت الماسوره برضه. بنشكر كل الناس اللي بتشاهدنا وبتتابعنا على صفحتنا على اليوتيوب او على الفيسبوك صفحه المهندس باسم اداره او صفحه المهندس صلاح باسم. بنشكركم جدا على حسن المتابعه.